بأيد تبدو عليها الحرفة والإصرار، يصمم متعب ذو 35 عاما مجسمات صغيرة تعود به إلى تراث بلده سوريا التي تركها منذ 4 سنوات ليستقر في الكورة شمال لبنان، حيث اكتشف صدفة موهبة لم يكن يعلم أنها موجودة. أنا كنت بسوريا أشتغل بمجال البرامج 3D، فنتيجة الإنترنت وشوف أعمال مثلا حب أجربها، فمن ضمنهم هو المصغرات. بلشت بأول قطعة سويت مثلا سكوتر. كل يوم أحد يختار متعب من سوق الخردة في طرابلس مخلفات قد تبدو بلا أهمية لأي شخص آخر، فيستمد منها أفكارا جديدة لأعماله التي يصممها في غرفة بمنزله حولها إلى مشغل. مثلا هاي قفل الحلق صار عبارة عن الدفاش تبع البابور مثلا. لم يتلقى متعب أصول هذا الفن من أي جهة، بل طور نفسه بنفسه حتى باتت أعماله مطلوبة ويتم شراؤها عبر صفحته على الفيسبوك. في قطعة تأخذ 3 أيام، في 15 يوم، في يعني في حتى في مشاريع كاملة مثلا بدك تساوي بيئة معينة ممكن تأخذ 2 أو 3 شهور، بيئة مثلا حارة شامية أو خيمة وبدو، يعني ما في فكرة بيع بالأساس، مجرد هواية، بس لقيت انه في عالم حابة تقتني هيك مواضيع. ككل لاجئ سوري يحلم متعب بالعودة الى بلده ليفتتح معهدا لتعليم فن المجسمات، وبانتظار العودة يأمل ان يجمع اعماله في معرض في لبنان. مجسمات صغيرة بعكس أحلامه نسجها متعب من واقع فرض عليه، لكنه تغلب عليه بفن وإبداع. من الكورة شمال لبنان، نسرين حطوم، العربية.